مجلس كان ومجلس كي لواتن الليحاد كم من المجالس الرمضانية ولا ليال بشان بركة سنة رمضان فضائش هذه خيرات كذا وحا كم ذا الباب بدأ صمد إن لا فريو الباب بدأ نارتنا الله حريو شياطين تنا الله سلسلة ذينيو سيد النبي ونرشيك صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين سيدا درتيد وها آدي آد مهم وآه أسبابها كينا يعذابك إلهي سبحانه وتعالى إن أنك ديرانه قف والبنا أو نفتي سكلا عرره عذابك إلهي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عذابك إيسا لغا مبد بادي كرمان اللغا عرري كرحيلد إي حوق منا لكن وحا اللغا عرري يا وحي تهي إن أعماش صالحة دانا لقود داله معاصد إي ذنوبتي إي حمانتنا لغا فؤاده الله سبحانه وتعالى وحليها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تتك مؤمنين تأهو نفوستي إن إيه الذين نار كإلالية سيدان نار لغا إلالينا يا بمعنى وحوى نفتي إن إيه أولادي نبا تربيايا الله سبحانه وتعالى عبسدي سكو تربيايا وإلهي سبحانه وتعالى كبقى سيدا سعذابك الله سبحانه وتعالى لغا بدبادي كرا ولا ليال نارتا وحاجر أسباب بدن الغوغل أسبابها نارتا الغوغل أنا لبقى يبادوي قيبت الكوات ووحيابك هنا يقفك إنه نارتا قلقنا واره وغلقي أكتلو عياذا بالله قيبت أسي وحاوي أشرك بالله الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي شركك أكبر كأه والله سبحانه وتعالى إن غيرك للو ذا جي عبادة ديسة قفك الدينك وقبحيا وكو قالوبيا عذابك إلهي سبحانه وتعالى وكواريا قال لماذا أيضا قفك الدينك وقبحيا وصدوك له كذلك النفاق الاعتقادي قفك منافقة أه النفاق يسوي هي اعتقادي بمعنى قال نمو قرصنايا إسلام نمو صوم وجسنايا وحيا بهاسي أما أسبابها سي وحي كينيا قفك إنو عذابك الله سبحانه وتعالى قاله عذابك إلهي وكواره الله سبحانه وتعالى نؤسو دم دافع الله سبحانه وتعالى وحوليها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى مرضاف إن غيرك للو ذاجيو لكن وحي أرنك كصهر الله عدو الدون ودافا سبحانه وتعالى آياتك الله سبحانه وتعالى وحو شاقي قفك الله سبحانه وتعالى غيرك سعبادة ربي لو ذاجية إنو إلهي جنة كحرمي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قفك إلهي سبحانه وتعالى غيرك لو ذاجية الله سبحانه وتعالى جنة وكحرمي هوي جيسان ونار بولي الله سبحانه وتعالى كذلك منافقين تا نفاق اعتقادي جيهي الله سبحانه وتعالى وحو شاقي نار تماشا وغوهو سيسينيك قليا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تو نار توحي كقليا بولي الله يغسو جيهين في الدرك الأسفل وما الدرجات ماشا وغوهو سيسوي نار تو ودركات جندنا ودرجات marka waxyaabahaas waxay keenayaan qofka inuu naarta galo uuna ku waaro waa qaybta koowaad qaybta labaad asbaabaha keena qofka inuu naarta galo waa asbaabaha qofka uu ku mudanayo cadaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu galo laakiin haduu galo cadaabka allah subhanahu wa ta'ala ku waari maayo hayeshe walaalaya cadaabka ilaahi wax loo adkeysan kara ma ah walaw lahdatan waahida البرغسي هنقط ولو هل دقيقة بها أهاتو عذابك إلهي سبحانه وتعالى وحلو أتكي سنكر معه مركا أسبابها قفك عذابك الله وكو مضانيو وحاكم إذا غشك إيا خيانة غشك هو النوعية بدنية أما خيانة هو النوعية بدنة خيانة وحا قدرا إيا غشك إنه قفك خيانه مسؤولياتك عامك ذاتك ومسؤولك كيه إلهي سبحانه وتعالى أو أدي بمسؤولية دودة والله سبحانه وتعالى أو مكانيي
هدو خيانو دنبي آدي آدوين باكا دالنية سيدا هدو عدالة سمييو أجر آدو فربضان وغهليو هدو خيانا دنبي إعقاب آدي آدو دالن أياكا دالنية كسو بلاو ننك مدحضا يدك المسلمين تا مدحضا واه ننك كوحيغا ومسؤولية داس اوحيغا كوبا كسي هو سيو لشاقايا إلا دادك اوغو ير يري حافي سيدا جوغا إلا قريغا إيا قويسكا آبها قريغا دوسان عروتيس او خير ميرين وحاسكي سوسان او خير ميرين غشك إيا خيانا أسيانا قيبو كسو قليا بل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في ريا نبي عليه الصلاة والسلام وحليه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة نبي صلى الله عليه وسلم وحليه مجرى أضان أضامة كمدة والله سبحانه وتعالى أو راعيي أما أولي بي مسؤولية oo dhinta maalinka uu dhimanayo asoo raciyadii iyo masuuliyadiisii khiyaanay adoon noocaas ma jiro illaa hadii uu jiro ilaahay jannada ka xarima subhanahu wa ta'ala illaa harama allahu alayhi aljanna jannada alla uu ka xarima oo jannada geli maayo way waa waciid aad iyo aad u daran walaalaya waciidkaas wuxuu ku wajahan yahay qof walba oo ilaahay subhanahu wa ta'ala masuuliyad u dhiibay oo masuuliyadii alla u dhiibay oo dayacay غشك مركا إيا خيانة ودم بأدي آد خطر وآه ورعي هذا إيا ضدك مسؤولك لغاية هاي الخيانة نوع عيدون تهنقة خيانة داسي كذلك الغش في البيوع خيانة بيع إيا قنعسك ورنت آدي آد أبدا صغيرة كبدا أيضا دم بأدي آد خطر وآهوي نبي صلى الله عليه وسلم وحول من غشنا فليس منا قفك إن خيانا نقام من أهب رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نبي صدى الله عليه الصلاة والسلام وهو أركنن راشن إيبيني راشن كينا الرابو قد أي مركاسو قيبتي قوينيد أي راشن كي هو أسمري قيبتي قللنين دا كربو سومري سي أيسان وعرق دتك نبي عليه الصلاة والسلام ننكي بو إيميد raashinkii uu gacanta hoos u galiyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu soo saaray qaybti qoyneed markaas wuxuu yiri ma hada ayaa saahib at-taam wanka cuntadaan iibinayo maxay tahay waxaan markaas uu yiri rasuulki ilaahay oo asabatu samaa roba ku daay markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hal la jacaltahu fawqa at-taam ma cuntada ama raashinka korkiisa ma soo saartay qaybtan qoyan maxaa qoyaanka u soo kor mari weysay من غشنا فليس منا قفك إن خيانة نقم من أهم بير النبي صلى الله عليه وسلم مرك خيانة ذو نوع والبيت هاي وحالكم متعذبك إلهي سبحانه وتعالى وحاكم إذا الذنوب تأيو أسبابها قفك عذابك الله سبحانه وتعالى إنه قال كيني أكل الربا ربا ضع الله عنه ربا ذو سيدة أكتهم بوا من الموبقات وحيا بها دتك هلاقة أي كمته ذنوب تواوين أي كمته الله سبحانه وتعالى وحول له يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضدك مؤمنين تأهوا الربا ذها عنيننا كذلك ذنوب تواوين وحاكم ذا عذابك على اللقوم وضنيه أكل مال اليتامى أغانت هنتذو ذا الله عنه قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كما هنتذا أغانت عنيه وحي عنيان ونعلوش وذا يكشو بنيان نار بيكشو بنيان عنيان ويصلون صعيرا صعيرا ويقري الدونام بير الله سبحانه وتعالى وحاكم إذا ذنوبت آدي آد خطرت أوه وقفك عذابك الله أصابه يسا سبحانه وتعالى الزنا عياذا بالله دنبك الزنا ده زنا ده ودنب آدي آد وين وكبيرا من الكبائر ومن الموبقات ومن المهلكات وحيابها دتك هلاقي كمته ولذلك الله سبحانه وتعالى وهو نجره بإنا أدوانه إسكدا إنا صمينا إنا أدوانه إلهي نجره قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة زنا ذه أدواننا محايا للزنا ذو الله وحول لها فاحشة فاحشة ذا وحل هذا ودم بآدي أذو فوح ودم بالليتة مركا عذابك إلهي سبحانه وتعالى أيان الغمضانية
ذنوبتاس مرك ولا ليا وانا اسك الى لما وحكلو مهم لو باهنه ان الله سبحانه وتعالى عذاب كيس ان كمغان غلنو سيده نبينا بنا امر صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع احد كين هدو كفارو التشهد كدنبه الهي افرها كمغان غلو ساسور النبي عليه الصلاه والسلام يعني تشهد كدنبه اما تحيات كدنبه مركات كفارو له افر الهي كمغان غلو فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أفرتاس إلهي كما ينقل لي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما ينقل جهنم عذاب كذا الله كما ينقل قبرك عذاب كيسة الله كما ينقل نلشى يجيرد في النذو الله كما ينقل في النذو يشرت مسيح الدجال سيداس النبي صلى الله عليه وسلم أمري مجلس كان انت سمكسو كوبينا ان شاء الله والله اعلم صلى الله على نبينا محمد.